السؤال الثاني على السريع اللي حابب يتاكد منه، اول طلب اللي ما رجعناه لتحليل طوافق بس الرابعه بترجع بتشوفها. كم عدد اسمع السؤال الثاني لتكن المجموعه 2 3 5 0 9 عم بيقول لك اول طلب كم عدد مختلف الارقام ومؤلف من ثلاث منازل يمكن تشكيله من عناصر S. بتقول عدد طرق اختيار العشرات صاري المئات. ثلاث منازل شو يعني؟ احد عشرات مئات، عدد طرق اختيار المئات، الصفر ما ممكن يكون بالمئات فبيضل 1 2 3 4. بتقول 4 عدد طرق اختيار العشرات. هلا قالوا منازل مختلفة، لونه كلمة مختلف، كعدد مختلف، يعني اللي اخترته للمئات ما بصير تختار للعشرات، فبينقصوا عدد بيرجعوا بصيروا 4. طبعا الصفر فينك تختاره بالعشرات. عدد طرق اختيار الآحاد، اخترت عدد للعشرات وعدد للمئات ضلوا الآحاد، 3 بتقلوا حسب المبدأ الأساسي بالعدد 4 × 4 × 3 48 طليقة. هذا هو الطلب. ثاني طلب بدي أحكي مع بعض عم نصور فيديو. ثاني طلب بس تخلص. ثاني طلب اتبع عم يقول لك كم عدد من المضاعفات الخمسة ومؤلف من ثلاث منازل. هون في مضاعفات الخمسة فأنت بدك تختار الآحاد أول شيء، لأنه في شرط عدد طرق اختيار الآحاد. شباب عدد من مضاعفات الخمسة يجب أن يكون الآحاد صفر أو خمسة، لاحظ. ففي عندك طريقتين للآحاد، يا الصفر يا الخمسة. إذا عدد طرق اختيار الآحاد شو؟ طريقتين. نجي هلا عدد طرق، طيب قالوا مختلف الشيء؟ كم عدد المضاعفات الخمسة ومؤلف بثلاث منازل؟ عدد طرق، هلا شو بنختار؟ عشرات ولا المئات؟ طب بركي نحن ما مختارين الخمسة من ضمن هذا الرقم. هذه والله صعبة عليكم شوي. أنا جايبها هي إلى حالتين. شوف الحالتين. شوف هي بدنا نحلها بطريقتين. إما بيكون الصفر هو الآحاد أو الصفر هو شو؟ أو الخمسة هو الآحاد. شوفها رح نحلها هون ونحلها هون بعدين نجمع الطريقتين. هذا هيك تنحل. هاي ما بتيجي بالامتحانات، بس هي تقيلة شوي عليكم لحلها مشان اللي مجرب فيها، اللي ما بيفهمها بلاها. إذا أخذنا الصفر بالآحاد شوف شو بيصير عندي. عدد طرق اختيار الآحاد 2، عدد طرق اختيار المئات شوف أنت الصفر مختاره بالآحاد معناه بصيروا كلهم مئات، 1 2 3 4 باستثناء مين ما بصير؟ الصفر ما بصير. ليش؟ لأن الصفر بالمنزلة الخلفية ما بتصير. هلا عدد طرق اختيار شو عندنا؟ احاد مئات عشرات. قالوا شيء مختلف الارقام؟ معناها كلهم بصيروا بعض، لانه هون ما قال لك مختلف، انتبه. ما قالوا كم عدد شو؟ مختلف. نيجي على الحالة الثانية، إذا أنت اخترت الخمسة هي الآحاد، شو بصير عندنا؟ عدد طرق اختيار الآحاد 2، عدد طرق اختيار المئات. تجي على المئات، فينك تختار الصفر بالمئات؟
0% بصير؟ ما بصير. شو الجواب؟ 4 ليش 3؟ ما بصير 0%. آخر منزل رح نحط له 0. بشكل عام لكل عدد طرف، يعني مين العدد اللي فينا نختاره؟ بس صفر، قصدك انت اللي اختار الصفر حصرا؟ تفرضها هيك. اما يكون صفر لاحق، لا والله بدي اكتبها واحد، انا اسف. ليك وليش؟ لاني انا شغلت. انت اختار الصفر وين؟ بلا حال، ما انا مش هتنام يا ريال. رح نختار 1. والعشرات شو ضل الله؟ 5. كم طريقة يضربوها ببعض؟ 20. وهون 20، إذا جوابه للتمرين 40 طريقة، مين طلع معه 40 طريقة؟ أو ألف مرة. كثير، نعمة إذا 5 حالينا. إيه بدي أقول لك كل حالتين، هي ما أعتقد ما حدا مختار السؤال أصلاً. هلا مين عنده سؤال؟ إذا دوشتيهم بطريقة واحدة شو بصير عندك؟ انتبه. عدد طرق اختيار لحال 2، شوف شباب، عدد طرق اختيار لحال 2، عدد طرق اختيار المئات 4، 5، 2 بـ 4 بـ 5 صح يطلع 40، 2 بـ 4 8 بـ 5 40 صح، أنا فصلتها واللي بيعملهم مع بعض 2 4 5 بيطلع صح، أنا سويته بكل طريقة ثانية 2 4 5 كمان صح، لسه ما في غير طريقة؟ لا والله، إيه في تجريب؟ ممكن تجرب الارقام وتطلعهم، بس بدك تكتب 40 رقم على طول بيطلع امر صعب. المئات لانه اخر مرتب ما بصير تحط الصفر فيها. الصفر ما بصير تحطه بالمئات. بالخمسة شباب؟ مش عارف انه لو احد خمسة. ركبوا حطيتها هون هاي الأحاد أحاد وعشرة حطيتها الصفر ما بصير إجبار المئات 4 إجبار شباب ليش المئات 4 لأنه الصفر ما بصير يكون من ولا سكر لي هالموضوع لأشرح لك هيدي الفقرة بس ناخذ تحليل توافق ونرجع للتمرين آخر سؤال عشرات خمسة بحريك تختار كل الأعداد ما لك أرقام مختلفة ما لك عدد مختلف الاثنين أربعة خمسة مع بعضهم بيجيهم تمام؟ بس أنا شفت الله بحالي هيك الله بحالي هيك بس ناخذ تحليل توافقي ونرجع لهذا السؤال أعطونا الوعي